السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده بخصوص حل كتاب التقنية الرقمية للصف الثاني سنة ومسارات الوحدة الثانية الدرس الثاني تطبيقات الذكاء الاصطناعي. صف ثلاث تطبيقات مختلفة حيث يمكن استخدام تعلم الآلة. طبعا احنا عملنا العديد من الفيديوهات بخصوص حل كتاب التقنية الرقمية للصف الثاني سنة ومسارات والعديد من الكتب و المراحل سواء الثانوية الصف الأول الثانوي أو الثالث الثانوي أو الثاني الثانوي. صف ثلاث تطبيقات مختلفة حيث يمكن استخدام تعلم الآلة. 1- ذكاء الأعمال، اتخاذ قرارات استراتيجية بناء على الأفكار الرئيسية من البيانات المعالجة. 2- الحوكمة، تحليل أنماط المواطنين للحصول على أفضل الموارد والأصول. 3- خفض تكاليف استخدام الطاقة في القطاعين الصناعي والمدني مما يوفر مليارات الريالات كل عام. صف طريقة أو أكثر لتحسين دقة نموذج تعلم الآلة. تدريب النموذج، جمع أمثلة للأشياء المراد من الحاسب التعرف عليها. 2- اختيار النموذج، استخدام الأمثلة لتدريب الحاسب على التعرف عليها. 3- إنشاء لعبة سكريتش، استخدام قدرة الحاسب للتعرف على الأمثلة. ده بالنسبة لحل الدرس الثاني في الوحدة الثانية درس تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.